تعمل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير منذ أكثر من 60 سنة على تأمين مدخرات المواطنين وتسخيرها للأجيال القادمة، مع المساهمة في بناء أسس مستقبل مستقر ومزدهر لبلدنا. وعياً منها بالآثار السلبية لتنمية اقتصادية غير مدروسة، وضعت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير تنمية مستدامة في قلب نموذجها التنموي، وجعلت منها التزاماً قوياً طويل الأمد، حيث اعتمدت ميثاقاً للتنمية المستدامة خاصاً بها. يتماشى هذا الميثاق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومع 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالنمو الاقتصادي وقضايا البيئة والرفاه والتماسك الاجتماعي، وكذلك الحكامة الرشيدة والمثالية الداخلية. يتمحور ميثاق التنمية المستدامة حول 5 مبادئ رئيسية: المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق قيمة طويلة الأمد من خلال مواءمة مهمتنا الأولية بشكل أوثق مع التحديات الجديدة، الحفاظ على التوازنات البيئية والمناخية وتعزيزها من خلال مراقبة تأثير أنشطتنا الاستثمارية والتمويلية وتنفيذ مختلف الأوراش الخاصة بنا، العمل على تعزيز الرفاه والإدماج المالي والاجتماعي من خلال دعم التنمية البشرية والمساعدة على تقليص الانقسامات الاجتماعية والإقليمية، تعزيز الحكامة الرشيدة والمثالية الداخلية من خلال العمل بشفافية ومسؤولية وضمان الامتثال لأفضل المعايير والممارسات المطبقة، تعزيز رأس المال البشري من خلال الاستثمار في تطوير المهارات وتعزيز تنوع المستخدمين لجعلهم سفراء حقيقيين للتغيير. من خلال توثيق التزاماتها في ميثاق التنمية المستدامة، تضع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير إطاراً مرجعياً لعمل جميع مكوناتها وفاعليها، وتقدم بادرة قوية لتحقيق تنمية عادلة وشاملة اجتماعياً ومزدهرة اقتصادياً تراعي قضايا البيئة.